تحية لكم مشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مرايا الثقافة، ونحن نلتقي معكم في هذه الحلقة بالأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. نتقدم لكم بالمباركة بحلول الشهر الفضيل، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. أهلا بكم إلى مرايا الثقافة، وبعد الفاصل نبدأ. ثلاثة وتسعون عاماً مر على اكتشاف موقع أوغاريت، هذه المملكة التي قدمت للإنسانية العديد من الإنجازات الإنسانية الحقيقية. 93 عاماً والثاني من نيسان من كل عام يتم الاحتفاء بهذا الكشف العظيم، الكشف الأثري وذو الأبعاد الإنسانية الكبيرة. سنتحدث عن موقع أوغاريت، عن حكاية الاكتشاف وأهمية هذا الاكتشاف، وبالتالي أهم المكتشفات الأثرية خلال 93 عام التي أسفرت عنها الأعمال التنقيبات الأثرية في الكثير من في موقع أوغاريت تحديدا، ولكن من قبل العديد من حملات التنقيب الأثرية الوطنية والأجنبية أيضا. يسرنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور غسان القيم، مدير موقع أوغاريت، للحديث عن هذه الاحتفالية في 2 نيسان من كل عام. أهلا ومرحبا دكتور غسان. أهلا وسهلا بكم، وشكرا لاستضافتكم الكريمة، ورمضان كريم بنعاد علينا وعليكم جميعا وعلى بلدنا الحبيب سوريا بألف ألف خير. طبعا الحديث عن أوغاريت يبدأ ولا ينتهي، طبعا هي قصة عشق. لا يمكن مهما تعمقت ثقافتك بهذه الحضارة لا تكتمل إلا بزيارة هذا الموقع الأثري العظيم. عندما تزوري هذه المتقفة على أطلال هذه المدينة تدخلين في حالة عشق سرمدية تأخذك إلى الفضاء إلى البعيد. بعد 93 عاما من أعمال الكشف والتنقيب الأثري نحتفل في بداية 2 نيسان من كل عام في مرور سنة جديدة على الكشف العظيم. ما زال التنقيب مستمرا بعد كل هذه السنوات المضت، ما زال التنقيب الأثري مستمرا بإدارة بعثة سورية تعمل في كل اقتدار وكل نجاح، تقوم بعملها على أكمل وجه. نوجه تحية إلى روح المرحوم محمود الملازير الذي شاءت المصادفة، أهلته المصادفة السعيدة ليكون الرجل المرصود إن صح التعبير، ليخلد كما خلد ملوك أوغاريت. تحية إلى ملوك أوغاريت، تحية إلى كل من عمل واشتغل ونقب وكشف وأدى عمله. نعم. إلى طبعا محمود ملا هو الذي كان يعني هو بداية الكشف. وإذا تحدث عن بداية الكشف، هذه الحكاية الممتعة نكررها لكن هي فيها بتعة الكشف الأول. طبعا 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 هو محمود الملازير، لقب بالملازير لشدة بأسه وطول قامته. عندما كان يقوم بحراسة حقله اصطدم بحراسه في حجارة كبيرة، وكان تحديدا الموقع في موقع مينة البيضة. نعم. الذي كان الميناء الرئيسي لمملكة أوغاريت منذ 4000 عام من الأعوام. فعلم البداية كان من مينة البيضة. من مينة البيضة. نعم. فعندما علمت السلطات الفرنسية التي كانت موجودة آنذاك، كانت سوريا تحت فترة الانتداب الفرنسي، وتم تشكيل بعثة أثرية برئاسة الراحل الآثاري البروفيسور كلود شيفر. طبعا من خلال القيام استغرقت معه هذه الأمور أشهر طويلة حتى تم تحديد موقع المدينة الرئيسي لمدينة أوغاريت. وكان هذا الكشف أو بقايا البناء التي تم الكشف عنه عبارة عن كان الحي المرفئي، حي البحارة، والجاليات الأجنبية التي كانت تسكن في أوغاريت أو كانت تقيم أوغاريت معها علاقات تجارية واقتصادية وسياسية. إذن من بداية الكشف عرف أن هناك تحت هذه الحجارة هناك مدينة عظيمة. نعم. يعني ما هي المؤشرات والدلائل الأولية للبدء بأعمال التنقيب؟ طبعا بوشر التنقيب مثل ما حكينا كلود شيفر البروفيسور الكورتش، وهو يعتبر منقب أوغاريت لمدة 50 عاما.
وهو يعمل في هذا الموقع الأثري من خلال دراسات وأسبار طبوغرافية وهندسية تم كما ذكرت لك تم تحديد موقع المدينة. نعم. وبشر التنقيب في 2 نيسان 1929. بدأ الكشف أول طبعا. بداية التنقيب كان في المعابد منطقة الأكروبول منطقة طبعا. المعابل وسكن الكهنة. اكتشف حتى الآن بالرغم من كل هذه الأعوام 93 عاما لم يكتشف إلا 20% من مساحة المدينة الأثرية. ما زال هناك الكثير من الأعوام والدراسات والأبحاث والتنقيبات لنقوم بها ليتم الكشف واللسام كاملا عن هذه المدينة الأثرية العظيمة. نعم. إذن كل عام كان من خلال أو كل فترة لن نقول أو مع كل حملة تنقيب كان هناك كشف جديد. نعم. كيف تتالت الاكتشافات لتؤكد بأن هذه المملكة طبعا هي مع القرائن التاريخية. نعم. مع الدراسة التاريخية. نعم. آلاف الأعوام يعني هناك تاريخ وبنفس الوقت هناك كشف يوازي هذا. نعم. التاريخ. كيف تطابقت الدراسة مع الكشف؟ طبعا أول البدايات اكتشف ثلاثة قصور ملكية إضافة إلى مساكن وأحياء وعدة أحياء سكنية كانت إلى صفة اعتبارية. آلاف الرقم الفخارية التي تم الكشف عنها لم يتم ترجمتها حتى الآن بالرغم من كل الغزارة والدراسات والأبحاث التي تم الكشف عنها ونشرها في كل لغات العالم. وهناك دوريات وحوليات تصدر في جامعات في ألمانيا وفي بريطانيا وفي ألمانيا عدة جامعات. حتى اللغة الأوغريتية التي تم الكشف عنها هناك أكثر من 60 جامعة في العالم تدرس فيها اللغة الأوغريتية. هذه اللغة التي اكتشفت من خلال أبجديتها من خلال الأحرف الألفبائية التي خلصت العالم من مئات المقاطع والإشارات لتكتب بثلاثون حرفا كانت تكتب من اليسار إلى اليمين. حتى حرف الألف كان له ثلاثة حركات ضمة كسرة فتحة. فهذا يعتبر بحد ذاته ثورة معلوماتية معرفية في ذلك طبعا. الزمن الغابر. أنا أقول مثلما اكتشفت أوغريت ثورة المعلوماتية الأولى كذلك كانوا صناع الثورة الزراعية الأولى منذ الألف الثامن قبل الميلاد. نعم. عندما من ألف الثامن قبل الميلاد إنسان ذلك الأرض التي نشأت عليها اكتشف هجن الحيوان ودجن النبات وبنى المساكن والقرى الزراعية. نعم. يعني هون تم الكشف عن نحن نقول عنها مملكة لكن هي مدينة كانت فيها الحياة. نعم. كاملة وعامرة. نعم. من النواحي الزراعية الاقتصادية التجارية السياسية التبادل أيضا التجاري والدبلوماسي. نعم. والسياسي يعني مدينة قائمة بحد ذاتها بكل أبعاد المدينة. نعم. دينية أيضا. نعم. نعم. ماذا عن هذه الجوانب وكيف مثل ما قلنا دائما يتم يعني يقرن الكشف بهذه المعلومات؟ أوغريت من خلال ما تم الكشف وترجمة ما تم اكتشاف من رقم فخارية طبعا تم معرفتنا بأن أوغريت كانت عاصمة مملكة كانت تشكل نفس المساحة الحالية لمحافظة اللاذقية. واستطعنا أن نعرف أكثر من 300 اسم لبلدة وقرية كانت تتبع لهذه المملكة العظيمة. آلاف الرقم الفخارية طبعا لم يتسنى حتى الآن للكثير من الرقم التي تم اكتشافها من ترجمتها. أنا أشبه مدينة أوغريت أو مملكة أوغريت مثل لوحة الفسيفساء المتعددة الألوان المشكلة من آلاف القطع الفسيفسائية. كل كشف يضيف مقطع أو فصل للوحة الجميلة. طبعا بنت أوغريت علاقات مع كل حوض البحر الأبيض المتوسط وكان لها علاقات شملت مختلف الجوانب الاقتصادية السياسية التجارية. يكفي بأن أوغريت قدمت أول أعجوبة وهي أعجوبة الأبجدية. أوغريت ملكة النعمة لكنها لم تحتكروها لنفسها. نعم. كيف اكتشفت أبجدية أوغريت وهي أعظم يعني وأهم اكتشاف؟ طبعا بداية الكشف عن هذه الأعجوبة أو ثورة المعلوماتية الأولى ألا وهي الأبجدية اكتشفت في ساحة القصر وفي تحديدا في أمانة السر الملكية. طبعا لم يستغرق العلماء كثيرا
حتى تم ترجمة هذا الرقيم من خلال الاعتماد على الكثير من المنهجيات واللغات القديمة التي كانت سائدة في هذه. للعلم أوغاريت كانت على تواصل مع 8 لغات كانت متواجدة في متداولة في ذلك الزمن الغابر منذ 4000 سنة من الأعوام. اكتشفت طبعا تعتبر كانت هي بحد ذاتها في عهد الملك الأوغاريتي نقماد الثاني اللي هو يعتبر له الفضل الأكبر في تدوين التراث الشفوي وتدوينه على رقم من الفخار، ويعود له الفضل في أنه نحن الآن استطعنا من خلال هذا الملك الذي حكم 30 عاما وكان اسمه نقماد الثاني الملك السياسي المثقف. كان يهتم بالثقافة كثيرا، لذلك استطاع أن يأمر الكتبة لتدوين هذا التراث العظيم لتدوينه على رقم من الفخار، ويعود له وكما ذكرت يعود له الفضل في أنه نحن نعرف حضارة أوغاريت من خلال هذا الملك العظيم. طبعا بس هذا يعكس العقل، عقل الأوغاريتي. نعم. يعني بأنه هو فكر بأن يصنع أبجدية، طبعا أن يبتكر، هذا ابتكار، ويقال أنه هو اكتشاف والأعظم اكتشاف للبشرية. نعم، يعني هو يعتبر مصدر للعلم، مصدر للمعلومة اللي اختصر الكثير. فأخذت عنه هذه الأعجوبة، أنا أسميها الأعجوبة، أعجوبة الأبجدية، أخذت عنه كل العالم، كل لغات العالم، كل اللغات العالم حتى اليوم. يكفي حتى اليوم. يكفينا فخرا بأنه أطفال العالم في مدارسنا يتعلمون ويهجئون ويستظهرون إذا صح القول ما اخترعه لهم أحد علماء أوغاريت منذ 4000 عام. صحيح، هذا الأوغاريتي الذي قدم الأبجدية. أيضا بالنسبة للاكتشافات الهامة كان هو طبعا الرقيم الموسيقي، الرقيم أول. نعم. تنويط موسيقي إضافة إلى آلاف الرقم دون عليها الأوغاريتيين معتقداتهم التي كانوا يعتقدون بها. ديانات كانت ديانتهم تعتقد بديانات الخصب وتأليه الطبيعة والآلهة. اكتشفنا أكثر، عرفنا أسماء أكثر من 300 إله كانوا أهل أوغاريت يعبدونها. طبعا احتل الإله إيل رئيس مجمع الآلهة هو المرتبة الأولى، والإله بعل سيد الدورة الزراعية إله المطر والبرق والرعد. فهو الإله الذي كان يسمى عندهم الإله الذي يبعث يموت ويبعث إلى الحياة من جديد، وهي بتجسد دورة حياة الطبيعة وتبدل الفصول. نعم، ولهذا تركت في الرقم أيضا، يعني من التركة الثقافية لأوغاريت هي الرقم التي دونت الأساطير والملاحم. نعم. والأشعار، وهنا نعم. يعني تعكس بدا الثقافة الغنية والراقية. نعم. لثقافة أوغاريت. نعم. هي بحد ذاتها يعني كشف مهم، كشف وتركة مهم جدا. هامة أكيد جدا. لا شك. طبعا من خلال الرقم التي تم ترجمتها التي تتناول ترجمتها ملاحم وأساطير، منها من أهم هذه الملاحم هي ملحمة الإله بعل. نعم. بعل وموت. بعل ويم إله البحار. نعم. بعل وعنات قصر بعل. هناك الكثير من الأساطير التي تم تدور على عنها. مسرح الحياة، تدور على مسرح الحياة دونها. نعم. الأوغاريتيون، وتم التفاعل معها من كل الحضارات. نعم. وأخذوا عن هذه المعتقدات وهذه الأساطير والملاحم التي عكست حياتهم ومعتقداتهم وبما كانوا يؤمنون به. نعم. أيضا في جانب أن الأوغاريتيون هم أول من زرعوا القمح. نعم. ويعني تحولوا من حياة الرعي إلى الزراعة، وبالتالي هي فيها مؤشر لتطور. نعم. الحياة ويعني تحولهم. نعم. الحضاري أيضا، وبالتالي ازدهرت الحياة الاقتصادية في أوغاريت. دلل على ذلك أيضا بعض المكتشفات لمواقع مثلا ربما تكون مخازن للقمح، للزيت. نعم. معاصر. نعم. جرار. فهذا صحيح. يعكس. صحيح. الحياة الاقتصادية. نعم. المزدهرة أيضا. طبعا عاشوا الأوغاريتيين حياة كانت كلها رخاء من خلال مجتمع كان مجتمعا منتجا زراعيا اقتصاديا، يهتم بالزراعة، يهتم بالتجارة، بالتجارة البحرية. أسطول أوغاريت كان يملك أكثر من 300 سفينة تجارية كانت تجوب البحار والمحيطات وينقلون الحضارة ويصدرون ويستوردون. أوغاريت كانت لديها حالة من الاكتفاء الذاتي
في كل المنتجات الزراعية من القمح والشعير وكل أنواع الحبوب التي كانت لأول من كان له فضل في أنه يزرع أول حبة قمح هم نعم. أهل إنسان أوغريت منذ 1000 قبل الميلاد نعم. فيحق لهذه المدينة ويحق لهذه المملكة أن تتبوأ أعلى الحضارات ويحق لها أن نعطيها ولو جزء مما أعطتنا وأعطت إلى العالم. يعني عم تحكي دكتور غسان والحياة وأنا هيك عم كأنه رحنا في رحلة إلى الماضي الآلاف السنين وعم بتخيل أنه كيف كانوا الأوغريتيين يعني يبنوا السفن وليروحوا يجوبوا العالم فيها وبالتالي كان لهم كتير من العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياسية مع ممالك أخرى يعني طبعا المكتشفات الأثرية أكدت هذه العلاقة مع ممالك في العالم أيضا مع المصريين مع كان لهم علاقات مع بحر إيجي مع اليونان مع ما يسمى بلاد الأناضول آسيا الصغرى ما يطلق عليها مع مصر مع قبرص يعني كملكة كانت لها علاقات جدا متطورة والتزمت الحياد حتى موضوع العلاقات كانت مبنى على التحالفات فكانت هي تميل أوغريت أحيانا إلى الحيلة والخداع استطاعوا ملوك أوغريت الذين تعاقبوا على حكمها وخصوصا في فترة الازدهار العصر الذهبي لهذه المدينة العظيمة من 1500 حتى 1200 قبل الميلاد فترة الدمار والزوال لهذه المدينة بنت علاقات جدا واسعة وحافظت على استقرار سياسي واقتصادي وزراعي وعلاقات كانت بمنحة عن الصراعات والتحالفات مع الممالك الكبرى نعم يعني هون دبلوماسية أيضا دبلوماسية للعلم يعني مدام لبابا ملوك أوغريت كانت كل نسائهم أجانب من خارج مانون أوغريتيات يعني وهو الزواج السياسي ما نطلق من عليه ممالك أخرى من ممالك أخرى حفاظا على العلاقات ما يسمى الزواج السياسي العلاقات الدبلوماسية حتى تترسخ أكثر وتستمر هذه المملكة في حياتها وفي ممارسات تجارتها ودبلوماسيتها وعلاقتها علاقاتها السياسية واليعني الدبلوماسية أيضا ذكرت حضرتك دكتور غسان بأنه ما تم الكشف عنه حتى اليوم من أوغريت يعني لا يتجاوز 20% بمعنى كم هي واعدة بالمزيد أوغريت وهناك يعني تطلع للكشف يعني لك الحقيقة يبدو أنه ما كشف حتى الآن هو من أهم الاكتشافات وبالتالي يعني هذه المكتشفات الأثرية وحتى حملات التنقيب بدأت بالكشف عن العصور التي مرت على هذه الأرض هنا في رأس شمرة وأوغريت يعني اليوم هي من أي عصر تبدأ من الحجر القديم حتى العصر يعني البرونزي الحديث هي طبعا من خلال الأسبار التي تم القيام بها منذ القرن الماضي بستينيات القرن الماضي تم إجراء أسبار طبقية استطاعت البعثة الأثرية المنقبة أن تحدد السويات الأثرية أو ما يسمى الحضارات التي تعاقبت على مدينة أوغريت تم تحديد 5 أثرية لخمس حضارات تعاقبت على هذه بفترات زمنية متفاوتة أقدم حضارة اللي كما ذكرت تعود إلى منتصف أو فيني يقول منتصف 1000 قبل الميلاد 7000 يعني 500 قبل يعني الميلاد العصر الحجري العصر العصر الحجري الحديث اللي هو استنبت فيه إنسان أوغريت حبة القمح واستطاع أن يستنبت من هذه الحبة آلاف السنابل يعني هون العصور تقسمت على هاي قسمت يعود بعدين الفترة العصر النحاسي تجي فترة العصر البرونزي بأقسامه العصر القديم الوسيط الحديث طبعا هو اللي فترة العصر الحديث البرونزي الحديث الذي يعود من 1500 إلى 1200 قبل الميلاد لهو هذه الفترة من العصر ازدهرت أوغريت ازدهار بهذا العصر كبير. اكتشفت الأبجدية بهذا العصر تم اكتشاف الأبجدية وإضافة إلى اكتشاف أول تنويط موسيقي واكتشاف مجمل الرقم الفخارية التي تعد
بحدود 10,000 رقيم فخاري. طبعا لم يتم كما ذكرت لم يتم الكشف عنها كلها أو ترجمتها لأنه تحتاج إلى سنوات طبعاً. طويلة. مع أنه في جاء الكثير من علماء الآثار والمتخصصون يعني إلى اللاذقية وقاموا يعني بدراستها أو حتى نحن شفنا كثير خلال يعني مواكبتنا كمان من عشرات السنين كيف يتم فرز الرقيمات وتنظيفها وكان هناك علماء في اللغة في اللغات القديمة يترجمون هذه النصوص لكن مثل ما قلت لا يزال يعني الكثير هناك لم يفك لم يتسنى حتى الآن إلى الكثير وهناك الكثير من الأسرار تختزنها في باطنتها هذه المدينة العظيمة. ما أجملها. صحيح ما كشف عظيم وعظيم جدا ولكن هذا لن يخيب أمالنا مثل ما استنطق علماءنا سابقا أسرار هذه المدينة سنحاول استنطاقها من جديد إن شاء الله. والحقيقة اليوم المتعة بهذه الأسرار التي لا تزال تختبئ تحت الأرض يعني هو في متعة أنه لا نحن أمام كشوفات جديدة نحتاج إلى سنوات وعلي هذه طويلة. الكشوفات لابد أن ننوه دكتور إلى حملات التنقيب التي مرت على أوغاريت من عام 1929 حتى الآن واللي كانت بالبداية بجوز كانت أجنبية فيما بعد أصبحت فرنسية. وطنية حاليا وهي اللي كان إلى طبعا الفضل في مثل ما قلت إماطة اللسان والكشف عن هذه المكتشفات التي تحدثنا عنها. ما زالت حتى الآن هلا من بداية الأزمة على سوريا توقف عمل البعثة الأسرية العاملة في الموقع وهي حقيقة كانت تعمل منذ 1929 توقف عملها منذ بداية الأزمة لكن عمل البعثة السورية الوطنية لم يتوقف فيها تعمل بكل اقتدار وبكل شغف وبكل نجاح لا يتفوقون علينا بأي شيء إلا فقط أنا أقول ما نقوم به كباحثين سوريين يفوق ما قام به الخبرات الأجنبية نحتاج فقط إلى دعم وأمكانيات هذا ما يحتاج إليه الباحث السوري قامت بأعمال مهمة خلال السنوات الاثنا عشر المضت من عمر الأزمة قامت بأعمال وتم الكشف عن الكثير من المعالم الأسرية عمل البعثة السورية منها أبنية ومنازل ومستودعات تخزين وإضافة إلى لقى كانت جدا مهمة تحتاج إلى سنوات أيضا لدراستها. طبعا المكتشف كما ذكرت لك من مساحة هذه المدينة التي تقارب مساحتها 400 دلم المكتشف فقط 20%. فتصوري أنت حجم الإمكانيات المستقبلية إن شاء الله والسنوات تحتاج إلى مئات يعني سنوات الحرب والأزمة يعني شوي أثرت على حركة التنقيب أكيد لا شك يعني ومن في هناك أولويات دائما طبعاً. وهناك للعلم 7,000 موقع أسري في سوريا مسجل أسريا طبعاً. فموقع أوغاريت إضافة إلى عدة مواقع كماري وإبلة مدرجة منذ قبل الأزمة مدرجة حتى يكون ضمن عداد التراث العالمي لهذه الأهمية دكتور غسان أدرج أيضا طبعا هو مثل ما قلت حضرتك كتراث لكن أيضا هي أدرجت ضمن مواقعنا الثقافية والسياحية اليوم أخذت أوغاريت بعد سياحي أكيد أيضا لا شك. في إطار السياحة الثقافية الكثير من المجموعات السياحية الأجنبية من كل بقاع العالم يعني حتى قبل الحرب كنا يعني الحقيقة بشكل يومي طالعنا الجروبات والمجموعات يعني نحن سياحية. كنا حتى كمادة نحن أقرب موقع كان لنا أوغاريت دائما تكون السباقين تماما يعني من كل دول العالم الحقيقة كنا نشوف البعثات عفوا الجروبات والمجموعات السياحية ماذا عن البعد السياحي أيضا إن شاء الله الذي نأمل أن يعني هو موجود أكيد. لكن إن شاء الله في ظل هيك الانفراج أن نعود إلى إن شاء الله. هذه الأجواء والحمد السياحية. لله يعني في هذه الأشهر تشهد أوغاريت نشاط سياحي ومن مختلف المحافظات داخلية ما يسمى سياحة داخلية حتى أحيانا بدأت المجموعات الأجنبية ولو بقلة يعني ولكن بدأت تأتي إلى سوريا لتستطلع وتزور مواقعنا الأسرية وتستطلع الوضع في سوريا ليتأكدوا من وضع بأنه الحمد لله الوضع في تعافي وإن شاء الله سنخرج أكثر تجددا وإشراقا سوريا هي ولادة دائما
مكتوب عليها هيك دائما بحكم موقعها بحكم موقفها. فهذا الأمر إن شاء الله دائما رح نكون للأفضل وللأحسن إن شاء الله. طبعا لأن أوغاريتيا المملكة الأشهر في العالم، نعم. ومثل ما قلت الآلاف من الكتب والأدبيات، نعم. التي تتعلق بأوغاريت كتب عنها في معظم دول العالم، يعني كل أيضا دول العالم. تحديدا بأوروبا بفرنسا في بإيطاليا كل دول العالم. هناك مؤلفة يعني أدبيات قائمة بحد ذاتها، نعم. تناولت أوغاريت بكل جوانبها، يعني من كشوفاتها إلى، نعم. ما يعني فيها من آثار. نحن بنهاية هذا اللقاء يعني نقول ماذا نقول بعد 93 عام من اكتشاف أوغاريت، لكن قبل ذلك حضرتك دكتور غسان 25 عاما أيضا أنت في العشق الأوغاريتي، نعم. وأنت مدير لهذا الموقع، نعم. ما هي هذه العلاقة اليوم التي تولدت بينك وبين هذه الحجارة، نعم. التي تنم عن حضارة عبرها آلاف السنين؟ صحيح، صدقيني مدام لبوا، أنا عندما أتجول في مدينة أوغاريت لا أشعر بأني أتجول في مدينة صماء لا حياة فيها، أشعر بمخيلتي، وممكن هذا يعود إلى العشق الذي يعود بداخلي لهذه المدينة. ما قدمته هذه المدينة لم تقدمه أي مملكة في تاريخ هذا العالم، وما كتب عنها كما ذكرت لم يفوق ما كتب عن كل الممالك في العالم أجمع. صحيح. أشعر بأنه عندما أتجول بين قصورها وشوارعها ومنازل سكانها وأزور معابدها أشعرها مدينة تعجف الحياة. يا سلام. أشعر بأنه الملك بحسدك على هالشعور. تشوفه للملك نقبد السامي والإله بعل الملك نقبد يجلس على عرشه، نعم. يجتمع مع ضيوفه، ما أجمل استحضار الماضي. أشعر بأنه الحرفي في محرفه، والمزارع في حقله، والكاتب في مدرسته. تعيد تصور الحياة. نعم، أشعر في هذا لابد، لأنه الإنسان لازم يعيش أحيانا حالة تخيل. نحن أبناء هذه الحضارة، نحن إن شاء أحفادها الله. نحن من نسل عطاء هذه المملكة طبعا، ونفتخر ولنا السمو أن نفتخر بأننا أولاد وأحفاد هذه المملكة العظيمة. نعم، نحن أحفاد أوغاريت، أحفاد الثقافة الأبجدية، نعم. أحفاد هذه الثقافة، ولهذا اليوم نحن نعتز بأوغاريت، نعتز بهذا الإرث التاريخي الكبير في أرضنا، الأرض السورية العظيمة، وطن العالم كله. فالحقيقة يعني نحن بنشكرك على هذه الإطلالة على أوغاريت، طول عمرك مدام بعد عشرات وأنت السنين، وأنت أوغاريتية عاشقة للجمال، نعم. والأصالة، انتماء، هذا انتماء. فنحن أقول بالرغم من كل ما حدث ويحدث على هذه الأرض السورية المباركة، ما زال العطاء يلف الوجود، وما زال القلب يستنشق عطر الفردوس ويجد جوابا لكل تساؤل. أشكرك جزيل الشكر دكتور، وأنا بتشكر هذه الاستضافة، جئتنا مباشرة من الموقع من الموقع إلى حاملة إلى العطر أوغاريت التي تحمل، نعم. معاني وقيام هذا الموقع، نعم. الأسري العظيم من أوغاريت، القناة التي تحاكي، نعم. أوغاريت، يعني من الطبيعي التي تشرق منها شمس الصباحات، نعم، فعلا تشرق منها شمس الصباحات، ومن الطبيعي يعني أن نرى الكثير من مؤسساتنا اليوم مثلا، نعم. الثقافية، نعم. الفنية، نعم. الشعري، بالأدب، بالشعر، تحمل اسم أوغاريت، نعم. وهذا الحقيقة شرف لنا أن نتكنى بهذه المملكة العظيمة وبإرثها، ونحن هنا قناة أوغاريت هي نقول محاكاة، نعم. لهذه الثقافة لأبجدية النور، وهو أول لوجو، نعم. أطلقناه على أوغاريت، نعم. أوغاريت أبجدية النور، هي فسحة وأطلالة إلى الشمس، نعم. شكرا جزيلا لهذه الإطلالة، شمس أوغاريت باقية دائما، وشكرا لسعة تحملكم، لا شكرا لك، شكرا لك ولحضورك، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم بألف خير، وأوغاريت هي المنارة العظيمة بألف ألف خير، وقائدنا العظيم بألف خير. أهلا ومرحبا، أهلا، شكرا بكم. جزيلا شكرا لحضورك، شكرا لكم، شكرا. شكرا. فاصل مشاهدينا ونكمل في موضوع آخر. Thank you.
وفي موضوع آخر، نحن في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي طالما يعني فكرنا فيه نلتمس فيه أبعادا إنسانية عميقة، نلتمس فيه ثقافة بحد ذاتها. نتحدث عن ثقافة الصوم عبر التاريخ، وأيضا ثقافة الصوم التي تسمو بعقولنا وأرواحنا، ليكون هو شهر العبادة، وإلى جانبه أيضا سهم شهر لسمو الروح والعقل والتفرغ للقراءة، قراءة القرآن، قراءة الأدب، لحالة أخرى ثقافية توازي ثقافة العبادة وعبادات شهر رمضان الذي هو شهر الإيمان. ضيفتنا في هذه الزاوية دكتورة لما ملا، رايبته لمحمود الملا اللي اكتشف أوكريت. أهلا وسهلا فيك دكتورة لما، وهي ثقافة ممتدة مثل ما كنا عم نحكي عن ثقافة أوكريت وآلاف السنين، هي ثقافة ممتدة. حلمنا نحكي أيضا في الصوم عبر التاريخ. نتحدث اليوم عن هذه الثقافة، وأولا أقول لك أهلا ومرحبا بك، وبنقول لك رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. وحضرتك محاضرة ودكتورة في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، وأيضا من فريق بنات الأرض، وباحثة أيضا. أهلا ومرحبا دكتورة. أهلا وسهلا فيك أستاذ نقابة، صباح الخير، وكل عام وسوريا كلها بخير، ورمضان كريم على كل الأرض، وخصوصا على سوريا الطيبة. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. نتحدث عن الصوم بمعانيه الحسية والمادية أيضا، وحتى الصوم تاريخيا. خلينا ننطلق من صوم الإنسان. دائما نحن الأصل في الحكاية هو الإنسان. نبتدئ من أي فكرة رح نبتدي فيها وننطلق منها، نبتدئ من الإنسان وغايتنا هي الإنسان. فالصوم تاريخيا، الصوم ينقسم إلى قسمين، صوم الجسد وصوم الروح وصوم الجوارح. دائما نحن مقولتنا الأساسية اللي نعتمد عليها اللي سيدنا علي كرم الله وجهه وقال، اللي هي الجفر الجسد والفكر والروح. فأنا لما بدي أحكي عن الصوم بداية، صوم الجسد يعني صوم الجوارح هي بالامتناع عن الأمور اللي نحن حلال إلنا كل النهار من طعام وشراب واستمتاع بأشياء معينة، فهذا صوم الجوارح. فلما ننتقل إلى صوم العقل، صوم العقل هو الامتناع عن الهوى. تلاقي الإنسان أحيانا يعبد أو خلينا نقول ما كلمة يعبد، أنه يتخذ بعض الأشياء هوى بتكون هي أساس حياته، فيأتي الصوم ليحد من هذا الانطلاق نحو شهوات الحياة. أما صوم الروح فهو قصر الأمل، ليس بمعنى قصر الأمل أنه ينعدم الأمل، ولكن نعلم أن هذا الصيام سيقود بالإنسان بحالة أنه عم بيعد حياته ويعمل الاستراتيجية وأهداف البعيدة والأهداف القريبة، فيعلم أن هذا الصوم جاء ليعمل له مثل حالة استراحة، أنه انتظر يا إنسان، أنت بيدك بقرار منك تنتقل من قمة الاستمتاع إلى قمة الحرمان، من قمة الاندفاع في الحياة إلى قمة السكون والهدوء والأمن. في مقولة لعطاء الله أنه كيف تبرد النفس، قال له تبرد النفس بالاستغناء، ورمضان هو أكبر تجلي لتجلي الاستغناء فعلا. بيدك بقرار منك بلحظة زمانية يقف الاستمتاع الطعامي الشرابي الجسدي كله، نستغني عن متع الحياة تمام يعني. وننطلق برحلة جديدة. طب هذه الرحلة هل هي رحلة للتعذيب؟ أبدا، هي عبارة عن ضريبة يدفعها الموسر والمعسر على حد سواء. هي أمر مثل ستوب للانطلاق. 11 شهر من السنة الإنسان يأكل ويشرب ويذهب وتأخذ مجريات الحياة، فيأتي هذا الشهر ليكون مثل المظلة التي يجتمع عند الناس بسواسية معينة، الكل متشابه، الكل بنفس الزمان والمكان يقوم بشعائر معينة، توحيد للنفس الإنسانية، لحتى مثل بترجع بتقول نرجع من رص الصفوف للانطلاق مرة أخرى في رحلة الحياة اليومية. يا سلام. يعني مثل ما قلنا، كيفما نظرنا إلى الصوم ومعانيه نرى أبعادا يعني تعود على النفس البشرية بالخير، بالصفاء، بالسمو، بالارتقاء. إذا ما تحدثنا عن تاريخ الصوم يعني دكتورة، يعني
طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي بمعنى هو وجد في الكثير من العصور والأزمنة والحضارات أيضا، بمعنى أن الصوم بحد ذاته هو قيمة، قيمة مثل ما قلت هي تعود إلى على الجسد والروح. تماما، في رحلة تاريخية للصوم ابتداء من الآية القرآنية اللي ونبهتنا أنه أنتم لستم التجلي الوحيد، كل الحضارات كانت يتجلى فيها الصيام بشكل معين وبكيفية معينة خاصة بكل أمة من الأمم. الإغريق كان عندهم الصيام وكان لهم آلهة متعددة وكانوا يصومون أيام لكل آلهة من الآلهة التي يعبدونها. الحضارة الفرعونية العظيمة المجيدة، الحضارة الفرعونية كان يوجد فيها شهر كامل يمتنع يمنعون فيه عن الطعام والشراب، وكان لهم التجلي الأكبر في العيد الأكبر يوم ما بعد انتهاء هذا الشهر، وكان الرهبان يقومون بالاستمرار فوق هذا الشهر إنه نوع من الزيادة والتقرب، إنه حسب هن قيمتهم وتقربهم من بالطريقة التي كانوا يصومون بها. إذا رجعنا كذلك الأمر للحضارة البوذية عندهم الصيام. أبو قراط سيد الطب كان يقول نحن نأكل لنعيش وليس نعيش لنأكل. كان أول من تحدث عن الصيام كنوع من تهذيب الجسد وإبعاده عن الأمراض والعلات وتهذيب الروح. إذن كل الحضارات التاريخية سابقا تجتمع معنا إلى أنه نحن تكمل استمرارية للأمم. لما كنا هلأ عم نحكي عن أوغاريت، نحن أحفاد هذه الأرض، أحفاد هذه الاستمرارية. إذا بنرجع للحضارة الأوغاريتية وكيفية عباداتهم وصيامهم وكان عندهم، ولكن نحن كل أمة من الأمم إلى تجليتها، نعم. إلى تجلياتها الخاصة، إلى كيفية الصيام، منهجها الخاص فيها، نعم. إنما الأصل في الإنسان واحد. ليش أنا برجع بقول لك الحكاية هي الإنسان، نعم. جوهر عملية التنمية سابقا ولاحقا هو الإنسان. فلما كان سابقا يصوم ويتقرب إلى آلهته، وحاليا هو يصوم ويتقرب إلى آلهته، كلهم بطريقته وكلهم، نعم. حسب ما أحرفه الخاصة. صوم السيدة العذراء السيدة مريم أيضا، سيدتنا العذراء سيدتنا المريم بتقول أقولي إني نظرت للرحمن صوما. الصوم غير الصيام، نعم. لو شوي أخذنا إطلالة فيها، نعم. للصوم غير الصيام، مع الأكل والشرب كلي واشربي وقري عينا. الأكل والشراب يرتبط بحالة من السكون النفسي، ولكن نذرت للرحمن صوما أي أني لن أتكلم، سيكون الحاجز بيني وبين الناس. في إطلالة لو شوي لغوية، الصيام والصوم، نعم. الصيام كتب عليكم الصيام، إذن الصيام هو الامتناع الفيزيائي عن الطعام والشراب بآلية معينة بارتباط زمني ومكاني، كلهم بمكانه وكلهم بحسب البعد الزمني للصيام، عند الفجر إلى غروب الشمس. هذا الكلام كله مرتبط برمضان، لم يقل كتب عليكم الصوم. الصيام هو مرتبط برمضان، نعم. ومرتبط بالحالة الفيزيائية الجسدية. أما الصوم فهو الصوم عن الامتناع عن الكلام وعن الأذى، مش الامتناع كام أنه، نعم. ما أتكلم، نعم. الامتناع عن الأذى الروحاني، نعم. وهو مرتبط بكل لحظة وبكل مكان. سيدنا زكريا أيضا كان صائما عن الكلام عندما بشر بالوحية، ضبط النفس، ضبط اللسان، يعني هاي بهذا هي التدريب العملي. هذاك الصيام مثل ما قلنا ان احنا عندنا صوم الجوارح وصوم العقل، نعم. وصوم الروح، نعم. اذا الصيام هو صوم الجوارح، امنع الجسد عن الطعام والشراب والاستمتاع باشياء هي حلال لي في مكان اخر وزمان اخر، الا ان الصوم هو الارتقاء، هو رفع سوية الكلام. طريقة نحن دائما بنعرف انه كظم الغيظ هو تعريفه انه انا قادرة على ايقاع الاذى بالاخر، ولكن اكظم الغيظ تجنبا للاذى وطلبا من الاجر من الله. وكذلك الصوم هو كظم لكل حالات النفس الانسانية، حالات الغضب، حالات الانفعال. نحن هلأ دارج عنا انه نحن بس نقول صايم ما تقرب عليه، هذا اخلاقه بتكون سيئة. ليس الاصل في الامر كذلك. طبعا نحن حالة الانقطاع عن الطعام والشراب، طبعا المدخنين وما كذلك تحمل نوع من النرفزة وتحمل، ولكن يأتي الجانب الروحي ليهذب هذا الجانب، نعم. الفيزيائي هو الذي ينبغي أن يطغى، يعني تماما يحضر أكثر. دكتورة قلتي حضرتك أنه هو استغناء، نحن اليوم عم نستغني عن ملذات وبعض المتع بالحياة من خلال الصوم، وبالتالي هذا الاستغناء كما قلتي أنه ليس لنعذب أنفسنا بل لنرتقي، تمام. فبالتالي ما هي ثمرات هذا الصوم على الروح والجسد والعقل؟
روي أن سيدنا يوسف اللي كان هو مثل ما بقولوا المالية والتموين بإيده وكان على خزائن الأرض في مصر، روي أنه كان يكثر الصيام، فإنه سألوه أنه ليش يكثر الصيام وهو يعني القائد الأوحد بالمالي، فكان قال إذا شبعت أخشى أن أنسى جوع الناس. فنحن لما بحياتنا العادية يوميا وخصوصا في حياتنا المتسارعة، خصوصا هالسنوات العجاف اللي مرت علينا ووصولا لمرحلة كورونا واللي صار، حياتنا المتسارعة سرقتنا من أنفسنا. نحن يوميا عنا هاجس دوام، تراح إجا اشتغل درس بكالوريا تاسع، هموم حياتنا ثقيلة، وخصوصا نحن بهال 12 سنة العجاف سرقت منا متع الحياة. يأتي رمضان ليكون مثل الواحة، مثل بيعملنا فرام إجباري عننا، صار عنا ارتباط معين بالزمان، ارتباط معين بالعائلة بأقل شيء ممكن. يعني نحن دائما في عنا بكل أماكن في عنا التزام بالخط الأساسي، قد ما كان في عنا حالة اضطراب بالعائلة، بتلاقي رمضان بيرجع بينظم أوراق العائلة، بيرجعوا بيقعدوا مع بعض. حتى مثلا العائلات اللي بتكون مثلا أنه خارج رمضان ممكن ما يكون في مثلا نوع مثلا من نحن بنقولها فطور رمضان ولا العزيمة، مع الضائقة المادية اللي عم تعاني منها الناس، تلاقي بيعملوا جهدهم لأنه رمضان يحمل خصوصية معينة. فكرة إفطار الصائم والثواب، حالة التكافل الاجتماعي لما بيكون أنا عندي مريض في البيت ما قادر يصوم، فهو عنده بده يطعم إنسان آخر، ففي حالة تكامل وتواصل يعني مو بكيفه الإنسان، يعني مهما سرقته الحياة يأتي رمضان ليعيد ربط هذه الأواصر، يرسم له حدودا جديدة ويرتقي بروحه. يعني هو لو كان مثلا غضبان بده يعد للعشرة، يعني ما في حدا إلا بيغضب بيتعرض لموقف بيشوف شيء معين بتطلع مع ثورة الغضب. رمضان بيجي يعني أي كلمة لو قلنا له اللهم أني صائم، هو نوع من التذكير للإنسان أنه رجع على جادة الصواب. يعني في فكرة أساسية نحن دائما بنحكيها أنه الصيام هو عبادة غير مرئية. أنا ما بقدر بعرف أي إنسان إذا كان صائم ولا لا، ورب العالمين أنه دائما أنه هو يزي به، يعني هذا البعد الديني ما بنحكي فيه، ولكن هو عبادة غير مرئية. فنحن نجي مثلا بنلاقي تصرف سيء، بنقول هذا الصائم تصرف سيء، لا تنظر إلى صيام الصائم، انظر إلى الأمين اللي أدى أمانته، انظر إلى الشخص الراقي اللي ارتقى في صيامه. ولكن نحن بنمسك سلوكيات معينة وبدنا نعممها، لا، رمضان أتى ليرتقي بنا، مش نحن مش بحاجتنا. السنة كلها ملكنا وعم نروح ونجي ونسوي، رمضان هو ألواحة اللي بترجع بتضبطنا أنفسنا. دماغ الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع التوتر، هي شيء أساسي، نحن حياتنا يوميا فيها توتر. يأتي إذن هل هو برمجة جديدة تماما، مثل فرمتة للجسم تماماً. يعني عملية ستوب، تعال لهون ارجع. يعني حتى مثلا نحن عنا عبادات روحانية، مثلا صلاة التراويح بغض النظر صلى ولا ما صلى، ولكن فكرة التزام الناس بشعائر الدينية مع بعضها، تجمعها مع بعضها، بتلاقي مثلا نوع من التباري بقراءة القرآن. ممكن يكون هو الإنسان مثلا غافل عن قراءة القرآن أو هذا الجانب العبادي، بيجي عندك نوع من السباق، بتلاقيه أنه نحن وين صرنا، وين صرت بختمتك، كذا، نوع من إعادة شحن الإنسان الطاقي. يعني نحن مثلا فريق بنات الأرض الطيبة بتلاقينا فورا بتبلش عنا مثل نوع من التنافس الجميل، انه كل واحد شو بده شو عم بيشتغل ضمن الفريق، كيف عم بيجمعوا بعض، كيف بترتقي، كيف بتصير نوع من خلايا العمل الجديده اللي بيفرضها رمضان علينا لحتى يرتقي فينا، مش لحتى نحن فقط يطلب مننا الجوع والعطش. في ناس كتير ما إلى مصيامة الا الجوع والعطش، ولكن البعد الروحاني فيه بيجعله يرتقي على سواء من العبادات والاشهر. تماما. أيضا ذكرتي قراءة القرآن، وهو شهر القرآن الكريم، وبالتالي هي يعني الفترة التي نستثمر فيها هذه الأيام المباركة للقراءة، طبعا قراءة القرآن بالدرجة الأولى، وبالتالي ربما قراءات أخرى تصفو النفس، يعني يهدأ العقل، تصبح هناك قدرة أكبر على القراءة. يعني تمام. من يختم القرآن الكريم في رمضان، في منه مرة ومرتين، الحقيقة هي مقدرة بحد ذاتها، والبركة من الله بهذا الشهر المبارك. هلأ هي بتتحول لعبادة سلوكية، يعني نوع من النمط. هلأ قراءة القرآن بشكل عام هي تحمل اللحن اللي فيها
شو بقولوا التفكر، تفكر نعم. بالكلمات. نحن بنجي مثلا الناس ممكن تكون خارج رمضان مثل ما حكينا انه سرقتها حياته كذا، بيجي نوع رمضان ليعيد التنافس الجميل بين الناس. يعني مثلا بكون عم بيحكوا وين وصلت بختمتك، انا ختمت مره ختمت مرتين، واحد بيقول لك لا انا بدي اتدبر مع القراءه. فكل له مفتاح، يعني رب العالمين جعل الجنه بسبع ابواب، فناس بتدخل بقوه عملها، ناس بصدقاتها، ناس بقراءتها للقران وتدبرها. هي يعني سوق تنافسي جميل في رمضان، بيفرض نفسه على الناس وبيخليهم انه يحبوا يزيدوا العمل، تلاقيهم نوع من التواد والتراحم. لو كان نحن هلا ايامنا هي ايام صعبه، وقد يكون مثلا الناس كثير بتقول انه على ارض الواقع عم بيكون ما في تواد ورحمه، ولكن رمضان ياتي ليجيش هذه الخصله عند الناس. مهما كان مثلا خلينا نقول ما راح اقول شرير، انه عنده سلوكيات غير مقبوله خارج رمضان، رمضان يهذبه يرتقي به، بيفرض عليه انه انا بيفرض عليه خلينا نقول خجلا من المحيط سلوك وارتباطه برب العالمين، يتلاعب مع صيامه، يعني سلوك مفروض عليه. فاما بيكون بيصدقه بداخله وبقلبه وبيكون هذه سلوكيات نابعه من الداخل الى الخارج، واما بتكون الشكل الظاهري. يعني بتلاقي انه هذا الشكل الظاهري، انه دائما نحن دائما بنقول عنا بالمنطقه انه الكلام، يعني مقول سيدنا الامام علي انه كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي منها خرج. فانا لما بده يكون الصيام صيام جوارح وصيام عقل وصيام روح، حترتقي فيني وتخليني انا وغيري وغيراتي نكون منارة للاخرين. صحيح. ونكون قدوات لبعض، نحن نقوى ببعض، انما يعني انما سنشد عضدك باخيك، وليس الاخ والاخ الشقيق الجسد. نعم. وانما انا ممكن انما المؤمنون نعم. اخوة نقتدي ببعض. شوف مثلا حدا مثلا ممكن يكون مكسلنا على التراويح، لما بشوف سيدات رايحين هذا بصير نوع من التشجيع وسلوكية نعم. اجتماعية بتعيد من قوة المجتمع لحتى تعطيه القوة لل 11 شهر القادمين. نعم. السلف الصالح كانوا يودعوا رمضان بستة أشهر. نعم. ويستقبلوه بستة أشهر. دائما نقول يعني هو زاد للأيام القادمة. تماماً. يعني هو زوادة، نغتنم هذا الشهر لزوادة يعني يلتقي بالعام الذي بعده، وهكذا. فهو زاد حقيقي للروح، يعني نتزود فيها الشهر من كثف كل هذه الطاقات، يعني فيه لتكون بقى على باقي الأيام معنا في رحلة تماماً. الحياة زواد السنوية للجسد. نعم. زواد للجسد، لما نحن طبيا لما نحن عم نمنع عن الجسد الأذى وعم نمنع ونخليه يبتعد عن حالة الطعام الدائم والاستهلاك الدائم للطعام. فنحن عم ننظف هذا الجسد، وبالأخص إذا التزمنا بطعام صحي وحاولنا قدر الإمكان نبعد عن المؤذيات في فترة الإفطار والعصائر الملونة وهالقصص هاي كلياتها والمقليات، القصص نحاول قد ما كان نسحب طعامنا بالاتجاه الصحي. إذا نحن نصلح الجسد، لما نحن عم نجي نهذب الهوى وكل ما صارت عنا مشكلة مثل ما بيقولوا نعد للعشرة قبل ما نطلق الكلمة السيئة، لأنه الكلمة السيئة هي والكلمة الطيبة هي ملك صاحبها. صحيح. إما بيطلقها بتكون بلسم لغيره. نعم. إما بتكون مؤذية لغيره، وخصوصا نحن في هذه الأيام يجب أن نتلطف بكلامنا. يعني لما بيكون الإنسان بيعطي يعني الحقيقة هي وقادرين نقولها بطريقة مؤذية. مثل لما مثلا دائما لما نوصل خبر سيء نقول أنه طلط تلطف بالآخرين. صحيح. وخصوصا صحيح. في أيامنا نحن نعيش أيام صعبة اقتصاديا اجتماعيا نفسيا. فلازم نحن نكون متراحمين. نعم. مع بعض. حتى الحكي بدنا نحكي تصريح ما كلمة ما أن تكون يعني مؤدية صحيحة. يعني أن تصل نحكي سابقا أنه طب يعني أوكي الأيام صعبة، ولكن نحكيها بطريقة لطيفة. صح. لأنه الآن الناس يعني فيها ما يكفيها، بعتقد يعني ما نستفز يعني تماما حضرانين كل عم نشوف على الإعلام أنه الناس ما بقى يعني من قبل كانت تتعدل العشرة متحكي. أنا بتحكي نحن متألمين، نحن محتاجين. فلما بيجي كلامنا قاسي يعني أحيانا بيكون ما بقولوا القشة التي قسم الظهر البعير، بينما العكس بدنا نتلطف تماما. نحن بحاجة بعض. الإنسان كائن اجتماعي طبعاً. وخصوصا في رمضان هو
التجلي الأعظم للاجتماعي في الإنسان والتواصل. فلكم لطيفين في بعض فالعالم. هلا نحن بالعامية بنقول الكلمة الحلوة بتطلع والمحلو تماماً. يعني فخلينا دائما مع تماماً. الكلمة الحلوة تماماً. والعبارة والحلوة بتكسب. آخر محور بدنا نحكي فيه إنه نحن كيف نغتنم شهر رمضان المبارك بكل هاي المواصفات اللي هو فيه بالنهاية صفاء للروح والعقل. أن نقرأ لنا القرآن الكريم، وبالتالي ممكن هناك سألت مرة بعض الشعراء أنه ممكن يكون فرصة للكتابة للأدباء أيضا. فعلا عندما يتخلص الجسم حتى من الشوائب صحيا والعقل والروح ربما تكون فسحة للإبداع. تماما. هلأ إذا ابتدينا من القاعدة الطبية الأجمل أنه البطنة تذهب الفطنة، فنحن في عنا حالة ساعات طويلة ليست فيها بطنة. يعني أنا هلأ مثلا أنه بتلاقيهم أنه مثلا الطلاب والله ما فيني يروح المدرسة دنيا رمضان، بالعكس رمضان هو شهر العبادات. إيه ممكن نحن يزيد ساعات النوم شوي، نكسل نقصر مثلا في يعني يصير مثل إزاحة شوي بالبعد الزمني، ولكن دائما إذا بنرجع نحن للبعد التاريخي الغزوات حرب تشرين كان في رمضان، إذا هو شهر صناعة وليس شهر كسل. ولكن نحن إعلاميا وخلينا نقول درجة العادة لتحويله لشهر تسالي فوازير مسلسلات أنا ماني ضد، يعني كل مين بيدور على الشيء يعني بيحبه الجانب الترفيهي، هذا الجانب الترفيهي، ولكن أن لا يطغى على الجانب الاستمتاعي اللي بمعنى رمضان الإبداعي. لما انا بدي اعمل الزواده ما بتصير وانا يعني بوصلتي مشوشه شيء مسلسل شيء، ماني ضد انا بتفرج على مسلسل، لكن بخصص شيء بحبه انا ممكن تنظيم. يكون ضمن افكاري او شيء. اما نضل ليلا نهارا، بعدين ما تنسي موضوع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي سرقت الوقت والجهد من شبابنا واطفالنا. يعني ممكن مثلا في شاب من كامل عم بيحكي انا 8 ساعات قعدت على الموبايل ما بعرف شو عم بتفرج 8 ساعات. يعني أنا لو بقول له صيامك 12 ساعة بيغب على قلبه. فنحن عندنا السارق الأكبر لوقتنا رمضان وغير رمضان هو هذه القصص. كل شيء بيترتب وبيتقنن كل شيء بيصير جميل. الصيام هو الصبر، فأنا لما بصبر على درسي بصبر على عملي، أنا لك ربت مثلا كعملي في الجامعة بدي خلصه بدي أرجع على بيتي طبعا. لحتى أكون أنا هذا التنظيم هو يعني صح. قمة الغنيمة اللي أنا بدي أغتنمها للأمام. والله هي تجربة بتمتحني نفسك فيها تماما. يعني حتى أستاذ البيوت هاي لكنا نحن بالشغل بعد شوي بدنا نروح بدنا نعد لمائدة الأفطار إلى آخره أدوار ومراكز وحنا شغل مسائي وكذا. فالحقيقة هي امتحان لقدراتنا. نحن بعد الاجتماع من إلا هي نظرية الدور والمركز دائما. نحن الإنسان بنفس اللحظة هو عم بيشغل دور معين يؤدي دور معين وهو يشغل مركز معين صحيح. فأنت لما بتدخلي على البيت لحظة بتغير الأدوار والمراكز تتحولي وكله عمل مقدس. يعني أنا طبعا. لا أستهين من عمل الرجل أكيد. والمرأة على حد سواء في الخارج هن أساس في التكليف وأساس في التشريف. يعني شغلية لما بروح على البيت كمان عملي مقدس صحيح. لأنه أنا أنشئ يعني أي حدا كان أبو أم ولا صح. كان مربي صح. ولا مسؤول عن أي حدا آخر أحيانا من الباب فنقبل أيدي الجميع اللي عم بيتعبوا معنا برمضان وخارج رمضان يعني ونتمنى أنه هالأيام تمر مرور جميل ولطيف ولا تترك أي أثر سلبي على أي شخص إن شاء الله. يعني نقلتينا إلى الصورة الحلوة اليومية اللي هي بالنهاية بقدر ما هي حياتنا. ممكن تكون متعبة لكن هي فيها سعادة مثل ما قلتيها لنحن سواء رب الأسرة أو المرأة اليوم اللي هي أيضا عاملة وموجودة يعني من الباب تقريبا عم نفوت لندخل أيضا في مركز آخر مثل ما قلتي نمارس في دورنا كأمهات وربات بيوت بشكل خاص بشهر رمضان واختلاف مواقيته الاعتيادية تماماً. طلعنا اليوم بهذه الصورة وبالنهاية هي متعة بحد ذاتها سر تميزنا. يعني أنا حدا أفتخر بأنه نحن نساءنا يعني حدا أفتخر مثل ما بفتخر بالرجال، ولكن نحن سر تميزنا قدرتنا صحيح. على تبديل الأدوار والمراكز وقدرتنا على الاحتواء وهذا يعني العقل تماماً. العقل هلا بيقولوا نحن رحنا لهون يعني طب لا عم نحكي سواء المنازل لهم تحية جدا عالية لأنه جد عم بيجاهدوا بظروف اقتصادية وحتى حياتية صحيح. صعبة فلهم تحية وللرجال القائمين صحيح. على يعني على حياة على تدبير على تدبير حياتهم كمان لهم كل التحية والدعاء ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله إن شاء الله رمضان على الجميع كله خير وبركة وشكرا جزيلا لهذا
الحوار والحديث الشيق والممتع معك يا دكتورة لما ملا. شكرا جزيلا لحضورك معنا، رمضان كريم، وكل شكر لمشاهدينا لمتابعينا عبر برنامجنا مرايا الثقافة. دمتم بخير، نجدد الموعد في الأسبوع الثاني من رمضان ويوم الخميس القادم مع مرايا الثقافة والفنون. إلى اللقاء.